السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، موضوعنا الليله حول التفكر في النعم الظاهره والباطنه. هذا مما يؤدي الى شفاء الامراض النفسيه. تعلمون جميعا ان عصرنا هذا هو عصر التقدم، عصر التكنولوجيا، عصر التعمير وتطوير النظم الاداريه، عصر السرعه والمواصلات. في عصرنا هذا كل شيء موجود افضل ما وصلت اليه البشريه في الجانب المادي لكن على المستوى النفسي ربما يكون عصرنا هذا هو اهون العصور التي مرت على تاريخ البشريه من حيث القلق والاضطراب وعدم الحمد والشكر لنعم الله سبحانه وتعالى وهذا هو اللي يؤدي الى الحياه البائسه نجد الكثير من الناس يشعرون بحياة بائسة رغم أن يتوفر على كل شيء عنده كل مستلزمات الحياة الرغيدة والعيش الكريم ومع ذلك يشعر بنوع من البؤس ونوع من الحيرة وكثير من الاضطراب النفسي ويبحث ما هي الوسيلة لكي يصل إلى بر الأمان إنه يشعر بأنه غير متصالح مع نفسه وغير متصالح مع محيطه ولا متصالح مع مجتمعه وكيف يكون متصالحا مع خالقه احسن طريقه لمن اراد ان يتمتع بالطمانينه النفسيه احسن وسيله لكي تصل الى السعاده الدنيويه احسن اسلوب لكي تكون في الدنيا مستقرا مطمئنا وهو التفكر في النعم الظاهره والباطنه التي حولنا هذا اسلوب عظيم وسهل وبسيط وميسر لكل الناس اذا قمت بالتفكر في النعم الظاهره والباطنه التي حولك ستكون متصالحا مع الله وبالتالي متصالحا مع الكون ثم متصالحا مع المجتمع ومتصالحا مع محيطك وتصير متصالحا مع نفسك وتشعر بانك في نعمة تحسد عليها ستشعر بانك في نعمة شاملة فتعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نتفكر في هذا المبدا الذي ارسى دعائمه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال وهو اعز من قائل قال واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبير اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه لكن من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ما معنى اسبغ عليكم اي عباد الله ايها الناس ان الخالق حينما خلق هذا الوجود اسبغ عليكم اي عمكم وغمركم بنعمه الكثيره. هناك النعم الظاهره التي يعلمها الجميع. وهناك النعم الباطنه التي تخفى على الكثير منا. فالنعم كثيره. تعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نتفكر في بعض النعم الظاهره. فمنها النعم الظاهره هي التي تراها العين. افتح عينيك وانظر حولك كل ما تراه هي نعم من عند الرحمن بدءا بالشمس التي ترسل إلينا أشعتها الذهبية كل صباح وتنير لنا ظلمات الوجود ثم القمر صنوها الحميم الذي يطلع في جوف الليل ويعطينا ضوءا دافئا حتى ننام في هدوء واطمئنان ثم النجوم من حولنا وقد زينها المولى عز وجل وجعلها كانها صوره نورانيه فلكلوريه في السماء وانظروا الى الارض حولنا تحملنا في الهواء وهي مزينه فيها البحار وفيها الانهار والكثير من المياه وفيها الجبال والاشجار وفيها النباتات والحيوانات وفيها الماكولات والمشروبات والمطعومات والفواكه والثمار الشتى نعم كثيره أنعم بها الله علينا وتفضل بها على كل الأنام لم يحرم منها أحد حتى ولو كان الإنسان غير مؤمن حتى الكفار والمشركون والملاحدة والنافرون وأصحاب النزعه اللاأدريه وكل من يواجه الله حتى بما لا يرضاه ولا يحبه ومع ذلك الله تعالى اكرم الجميع برحمته وفضله ونعمه بهذه النعم الظاهره انظروا الى نعمه الحواس الخمس عندك السمع وعندك البصر وعندك النطق وعندك الشم وعندك اللمس انظر لو حرمت من احدى هذه الحواس فانك تستطيع ان ترى بعينيك الاشخاص والاشياء والكائنات وتستطيع بعينيك ان تميز الالوان الاخضر والاصفر والفستقي والبنفسجي انك بالبصر تدرك ظواهر الكون والحياه الله تعالى انعم علينا بحاسه السمع نسمع كل الاصوات ونميز فيما بينها ونتوصل بذلك الى المعلومات التي نريد فالاستماع والسماع وسيله للتعلم وللترفيه ايضا لما تسمع الموسيقات والغناء العذب وكذلك حاسة الشم تتيح لك ان تميز الروائح للمطعومات والملبوسات وفي كل شيء في الحياة انعم الله علينا الكثير من النعم الظاهره ما سخرها لنا من الكائنات الحيه التي نستفيد منها انظروا الى ال... ربنا خلق الابل وخلق الخيول وخلق الابقار والاكباش والمعز والانعام على اختلاف اشكالها، كلها مسخره للانسان. منها ما نستفيد منه للطعام والشراب، ومنهم ما نستفيد منه للركوب وللحراسه، ومنهم ما نتخذ وبره لباسا وسكنا، اشكال والوان، ثم ان الله تعالى استودع في هذه البحار والانهار شتى صنوف الاسماك والكائنات الحيه. التي ناكلها ونتنعم بها انظر الى النعم الظاهره كثيره كثيره جدا نعم الاكل الوان المطعومات من الخضروات والفواكه والحبوب وغيرها مما تنبته الارض انظر الى اصناف المشروبات وانواع الملبوسات والمساكن والمباني والاراضي والعقارات وكل ما تراه العين او تسمعه الاذن او تلمسه الحواس هو من النعم الظاهره ومن النعم الظاهره ايضا الوالدين والاخوه والاخوات والزوجه الصالحه نعمه والابناء نعمه والصحه والاهل والاصدقاء والعمل والوظيفه والمال كل هذه نعم ظاهره للاسف هناك صنف من الناس لا يرون الا النعم الظاهره وهي واضحه وضوح الشمس في عز النهار لكن ماذا عن النعم الباطنه وربنا عز وجل يقول واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. النعم الباطنه هي اكثر بكثير من النعم الظاهره. وهي التي غابت عن الابصار ولا يدركها الا العقول والنفوس الزكيه. فمن اهم النعم الباطنه التي انعم بها الله علينا وهي عظيمه جدا وهي الاساس. اولا نعمه الايمان بالله. الانسان بدون نعمة الإيمان فإنه في هذه الدنيا يصير مثل الحيوان في الغاب، القوي يأكل الضعيف، لا حياة له ولا منفعة له في هذا الوجود. ربنا أكرمنا بنعمة باطنة، نعمة الإيمان نهتدي بها إلى الحق ونسير بها على طريق الهدى، وهي رأس مال المسلم، من عنده نعمة الإيمان عنده رأس المال كله. ففي الحديث من أعطي الدنيا.. ولم يعطى الايمان فكانما لم ما اعطي شيء. ومن اعطي الايمان ولم يعطى الدنيا فكانما منع ما منع شيئا من الحياه. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب لكن لا يعطي الدين الا لمن احب. الدنيا بما فيها من نعيم يعطيها لمن يحب ولمن يحب. هناك كفار ومشركين وملاحده ولا دينيين الله اعطاهم الدنيا اعطاهم التقدم والتطور والحضاره والحداثه والعمران والقوه العسكريه والقوه الاقتصاديه والاراده السياسيه كل شيء الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب حتى اعطاهم الجمال الزائد واعطاهم الحريه وكل شيء لكن الدين لا يعطيه الله تعالى الا لمن احب فاذا كان عندك الدين ايها الانسان المؤمن فاحمد الله واشكره انك عندك اعظم النعم الباطنه ومن هذه النعم الباطنه التي لا ترها العيون الظاهره ولكن تشعر بها القلوب وتحس بها النفوس هي منه القران الكريم، تصور انك تقرا القران تفهمه. هناك امم وهناك دول وهناك اجناس ما عندهم هذه النعمة عندهم لغات اخرى انجليزية فرنسية يابانية صينية غيرها ولكن انت عندك لغة عربية التي بها أنزل القرآن منة عظيمة أما الأقوام الأخرون يبحثون عن ترجمات وترجمات القرآن كثيرة بجميع اللغات ومعظم الترجمات مغرضة معظم الترجمات مغرضة مثلا الفرنسيون كانوا يبحثون عن ترجمة للقرآن بالفرنسية وقد وضع وضعت أول ترجمة لبروفيسور كبير في في السوربون وضع ترجمة للقرآن لكنها كانت مغرضة لأنه يغير الحقائق وكل فرنسي قرأ القرآن يصير يؤمن بأن القرآن هو من خلق البشر وخطته يد البشرية إلى أن جاء عالم مسلم باكستاني مشهور اسمه حميد الله هذا الذي وضع وضع ترجمه للقران بالفرنسيه ذهب الى فرنسا ودرس في السوربون ونال درجه الدكتوراه في الادب والفلسفه الفرنسيه ومن ثم قام بترجمه القران ترجمه صحيحه ايمانيه ولم ياخذ عليه درهم واحد قال هذا علم لله فكان فيه فتح عظيم أسلم على يديه أعداد كبيرة من دولة فرنسا ومن مستعمرات فرنسا في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي دول أسيا أسلموا على يديه فمنة القرآن هي من النعم الباطنة ومن النعم الباطنة أيضا أن اختارك الله تعالى من أمة نبينا محمد العدنان فأنت أنت محظوظ إذا كنت من أمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هناك اناس اخرون هم خلقوا من امم من اخرى بصعوبه جدا وبحث عميق لكي يصلوا الى الحقيقه ثم نعم كثيره جدا اعطاها الله تعالى للنعم الباطنه من بينها ان الله تعالى اعطاك يتعامل معنا باللطف ان الله تعالى الرب ربنا خالقنا من صفته انه لطيف كتب ربكم على نفسه الرحمه الله لطيف بالعباد فهو سبحانه وتعالى من النعم الباطنه التي تكفينا تكفينا ان ان لنا رب اسمه اللطيف يعاملنا باللطف في كل وقت وحين قال عز وجل هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين السكينه يبحث الناس عنها يبحثون عنها ربما لا تباع في دواؤها لا يباع في الصيدليات ولا في المستشفيات السكينة هي كرامة من عند الله ربنا أين ينزلها هذه السكينة قال في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هناك أناس في العالم الغربي عندهم كل شيء ويملكون كل شيء لكن ما عندهم السكينة إنه لا يشعر بطعم الطعام والشراب ولا بجماليه هذا البيت او القصر الذي يمتلكه ولا حتى المراه التي يتزوج بها او يصادقها لا يكاد يرى هذا الجمال الذي خلقه الله تعالى لان السكينه تغيب عليه ثم ان نعم الله الباطنه كثيره تسمى الارزاق الباطنيه هناك الارزاق الظاهره مال او منصب او غير ذلك لكن الارزاق الباطنيه والارزاق المعنويه هي كثيرة جدا تفضل بها الله تعالى على المؤمنين لا احد يستطيع ان يشتري السكينة من السوق او من السوبر ماركت لا يستطيع احد ان يشتري السكينة من من الصيدلية ولكن الله سبحانه وتعالى اعطاها لعباده المؤمنين بل وجعل مكافأة لمن يعيش في رحاب القرآن والسنة وينفذ الاوامر الالهيه ويتبع النبي خير البريه وعده بان يعطيه الحياه الطيبه اعظم شيء بعد الايمان الحياه الطيبه هي التي قال فيها الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله اكبر نعمه معنويه يعطيها الله تعالى تشعر بانك سعيد جدا فوق هذا الكوكب الارضي حتى ولو وقع ما وقع وقعت جائحه الكورونا انت دوما سعيد لا تبتئس حتى ولو وقعت الانتخابات ووقعت فيها تجاوزات لا يهم انت دوما سعيد حتى ولو قالوا بان هناك ازمه اقتصاديه على الابواب لا تخاف ولا تخشى انت دوما سعيد حتى ولو غيروا القوانين وجاؤوا بكذا وكذا لا يهم انت دوما سعيد لماذا لأن هذه السعادة فوق المعيش اليومي، إنها جاءت منحة من الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعض الناس يفهمون الحياة الطيبة أو العيشة الطيبة يعني من عنده أموال كثيرة وعنده دفاتر شيكات وعنده أسطول سيارات وعنده عمارات وفيلات. هذه ليست حياة طيبة. العيشة الطيبة كما فسرها العلماء هي البركه في القليل ولو كان القليل يعطيك الله في البركه البركه في جسمك حتى ولو اصابك مرض حتى ولو اصابتك الكورونا او اصابك سرطان او اصابك داء المفاصل او اصيبت باي مرض لا يهم ولكن في الجسم هناك بركه سريه خفيه وانت مع المرض تحمد الله ياما راينا اناس عندهم صلاه خبيثه جدا وهم مستبشرين ووجوههم فيها النور ولسانهم ينطق بالحمد لله لماذا لان عنده البركه في الجسد ثم هناك البركه في الاولاد ليس مهم ان يكون الاولاد عندهم شواهد عليا ومناصب كبيره لا بل فيهم ايمان فيهم صلاح فيهم تواضع مع الوالدين بركه وهناك البركه في البيت ليس المهم ان يكون البيت فارها وتكون فيه حديقه غناء وفيه مسبح وفيه فراش من الـ الأتات الفاخر ابدا قد يكون بيتا صغيرا متواضعا لكن فيه البركه وهناك البركه في المال ليس المهم ان تكون عندك اعلى اعلى راتب شهري قد يكون عندك عندك حد حد الادنى ولكن فيه بركه كثيره يكفيك واهلك واحبابك وهناك البركة في الوقت هناك من, من عنده في وقت بركة أنه اليوم يقضي فيه مجموعة أشياء ينام نوما عميقا حتى يستريح ثم يستيقظ وهو مرتاح ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله ويزور العائلة ويقوم بأشياء ك... بركة في الوقت يوم واحد يقوم بإنجازات كثيرة هناك ما عنده بركة في الوقت بسرعة يطير الوقت ما عنده بركة في المال عنده اشغال كثيره واموال كثيره ولا يدري اين تذهب. البركه في الحياه كلها هي من النعم الباطنه وربنا تحدث عنها فقال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لم يقل ربنا فتحنا عليهم خيرات فينظر المرء هنا إلى الكم الذي لا لم يقل خيرات وأعداد، قال بركات، قد يكون قليل لكن بركته كثير. على سبيل المثال مثلا سيدنا النبي كان يقول بأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الجم، يعني الجم هو الجمع الكثير. فهذا فيه البركة. لاحظوا أن علماء الإسلام منهم عنده وقت قصير عمر قصير لكن أعطى الكثير لهذا الدين مثلا الإمام جلال الدين السيوطي عاش سبعة وخمسين سنة سبعة وخمسين سنة عمر يبدو متواضع لكنه ترك حوالي سبعمائة كتاب سبعمائة كتاب وكل كتاب ينسيك الكتاب مؤلفات قوية وعميقة فقالوا هذا الرجل لو قسمنا عمره على هذه الكتب منذ أن ولد كم كان يكتب في اليوم قالوا على الأقل كل يوم يكتب عشر كراسات وليست عشر صفحات فالتساؤل هذا الرجل متى كان عنده الوقت ليقرع ويطالع في الكتب والمصادر والمؤلفات ومتى كان عنده الوقت أنه كان يعمل مدرس يعطي الدروس والمحاضرات والندوات ومتى كان يمارس حياته العائليه مع زوجته واولاده واحبابه اذا قمت بعمليه حسابيه هذا الامر لن يخرجك الا اذا كنت تؤمن بالبركه الله تعالى يعطيك البركه في الوقت وفي الجهد وفي العمل البركه اشياء وانواع والنعم الظاهره اشكال وانواع مثلا اذا الم بك يوما ما مرض شديد ولم تفهم او تعي كيف كانت رحمه الله بك انه قد يكون هذا المرض هو منعك عن مرض عن شيء اخر ربما اشر واكثر ضررا مرض جاء بك فاقعدك في البيت لم تخرج من بيتك لم تخرج قيل لك ارقد في البيت لعل ربنا عز وجل بهذا المرض البسيط جعلك يمنع عنك ربما حوادث سير ربما يمنع عنك مصيبه كبرى فربنا اصابك بمرض صغير لكي تقعد في البيت حتى تتوقع الوقوع في الاخطار او قد يصيبك مرض بسيط يجعلك تغير طريقه تفكيرك للامور وتتحسن الى الاحسن كم من شخص اصيب بالكورونا في هذا الزمن فتغيرت حالته سمعت الكثير منهم بام ادني هكذا رجال ونساء قالوا بانهم لما كانوا مرضى بالكورونا وشوفوا منها ولله الحمد لكن ماذا تغير قالوا بأنه تغير طريقة تفكيرهم ونظرتهم للحياة لأنهم واجهوا الموت وأخذوا في تلك الفترة أسبوعين أو ثلاث أسابيع يعيدون قراءة حياتهم ويعيدون ترتيب أولويتهم وحساباتهم فلما ذهبت الكورونا شعروا بأن عندهم ولادة جديدة ونعمة مباركة هذه تسمى النعم الباطنة وهي كثيرة جداً فهذه النعم قد تصيب الإنسان شدائد وقد تصيبه ضراء ولكن الله تعالى مقابلها يكرمك بالأجر الكبير ويكرمك بتكفير الذنوب ومحو السيئات هذه نعمة نعمة باطنة فالله سبحانه وتعالى نعمه كثيرة وهو القائل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم فهذه أيها الأحباب الكرام باختصار معنى قول الله سبحانه وتعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه اذا تفكرنا في هذه النعم وتذوقناها واجلنا باعيننا هنا وهناك تاكدوا باننا سكون سنكون في مناى عن الامراض النفسيه ونكون في مناى عن الاكتئاب والقلق والتوتر ستشعر بانك سعيد بانك تنعم في نعم الله اللطيف بعباده خلقنا لكي نعيش ونستمتع وفي عيشنا ومتعتنا عباده ناكل نستمتع بالاكل ونعبد الله بالطعام ونشكره نتزوج ونستمتع بالزواج ونعبد الله من خلال الزواج ونشكره وفي بضع احدكم صدقه قالوا ان ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال أرأيتم إن وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضع في حلال كان له أجر. كل ما عندنا خلقه الله لكي نستمتع به. نأكل ونشرب ونحيا ونفرح ونسعد ونعبد الله بهذه النعم، نعبده بها. لا نعصاه وإنما نعبده بالطعام والشراب والعلاقة الزوجية والأولاد والعمل والكسب والسير في الأرض والسفر وبناء العلاقات. كل ذلك متعة ديال ولكن نقرنه بالعبادة هذا معنى قول الله تعالى جل علاه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لكن ربنا يستدرك فيقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين ما معنى هذا الكلام أن رغم توالي هذه النعم رغم كثرتها ظاهرة وباطنة فهناك من الناس للتبعيد من للتبعيد من الناس من لا يشكرها بل لا يذكرها بل منهم من يجحد بها ويجادل في الله يجادل بالباطل ليدحض به الحق هذا المجادل على غير بصيرة ولا على غير علم يجادل في الله من غير هدى ولا كتاب منير يعني ما عنده علم حقيقي وإنما جدال مبني إما على تقليد الأباء الغير المهتدين وإما تقليد أسياده الضالين المضلين وإما لأنه يتبع نزعة اللا أدري لست أدري ولكن أبصرت طريقا قدامي فمشيت لست أدري هكذا يقوم الناس فطوبى لأهل الإيمان وطوبى لأهل اليقين الذين أكرمهم المولى عز وجل بفقه الدين وبصرهم بنعمه الايمان واليقين فصاروا في الدنيا من السعداء وفي الاخره باذن الله يكونوا من الفائزين، اللهم اجعلنا منهم. قولوا معنا جميعا امين. امين امين يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.